أنا نعيمة محمد أبو شوارب، سكان معسكر الشاطئ الجامع الغربي. عندي 4 أولاد وأنا وجوزي 6 أفراد. بنسكن في بيت 30 متر، مكون عبارة عن غرفة واحدة بس، والمطبخ والحمام كله في الممر، يعني من مدخل البيت للغرفة. كنت أنا بشتغل في الخياطة، مش كمهنة أو مخداها كمهنة أو مصدر رزق، لا، كنت هيك يعني حباها اني اشتغلها. لما شفت صار الوضع عندنا سيء بعد ما تسكرت المنطقة الصناعية، كان جوزي يشتغل هناك، اضطريت ادور انا على مصدر رزق ثاني. فسمعت عن المشروع هذا وقدمت فيه، واشتغلت هاي دورة ثانية انا اشتغل فيها. هذا المشروع الهدف الأساسي منه اللي هو تحسين وتوفير الأمن الغذائي للأسر المتضررة، وخاصة الأسر اللي تضررت ما بعد فترة الحرب وما بتتلقى أي مساعدات، الأسر اللي بسبب الحصار الموجود على قطاع غزة ما في أي فرص عمل، لأنه بتعرف انتشرت نسبة البطالة بشكل عالي جدا في قطاع غزة، ما في أي فرص عمل، ما في أي دخل للأسر هاي اللي تضررت لتلبي احتياجاتها الأساسية للأسر. البرنامج هذا او المشروع هذا كان يهدف انه على الاقل انه توفير الغذاء للاسر. هو حسن كتير المشروع من وضعه الاجتماعي الاقتصادي، وكان مهم لإلي، لأنه أول راتب قضيته كان جاي علينا عيد الأضحى المبارك، واشتريت ملابس لأولادي. في جزئية تانية اللي هي كاش ترانسفير، اللي هي حوالات نقدية. اخترنا 240 أسرة فعلا ما عندها دخل نهائي، بياخدوا الكابون الغذائية من المحلات والسوبر ماركت، لأنه بنهدف إحنا لتحسين أمن غذائي للأطفال بالذات وللمرأة ولكبار السن وللمعاقين اللي في الأسرة. واحنا بصراحة بنتقدم جزيل الشكر للاتحاد الأوروبي على هذا المشروع، وبنتأمل مزيد من الدعم لنفس الهدف هذا وبعدد أكبر يكون، وكمان نستهدف مناطق تانية، لأنه بتعرف قطاع غزة كتير كتير في مناطق تضررت. بتمنى انه هذا المشروع يتمدد اكتر من انه شهرين، يكون 6 شهور او ممكن لسنة.